حلوين. شو هاي؟ بيجاما. لمين مشتريتيها؟ إلي. إلك أنتي؟ ولك في عروس بتطالع بجهازها هيك بيجاما؟ صبوحة هاي قطن. ومين قالك إنه نحنا لازمنا القطن؟ خليها بعطيها لمرت البوابة تشحدها لشي حدا. يو القطن قال هبة وشهد قالوا لي. سارة حبيبتي عمري حياتي انتي من اليوم ورايح ما بتجهزي قطعة واحدة ها غير لتكون رجلي على رجلك، بلا شهد بلا فهد. لك هذا جهاز عروس، والله لو شافتها حماتك لتفضحنا. العروس يا مامي بدها بيجامات مزهرة ومكشكشي كبير من هون، دانتيل من هنيك. لك مو بيجامة قطن مثل كيس لطحين مو معرف لو وش من قفا. لا سارة اسمحي لي لك مامي، هالمرة ما زبطت معك. شو بيجتك القطن؟ من طول عمركم بتلبسونا بيجامات قطن ومحتشمة للبيت. هلا لما صرنا بدنا ننخطب صار بدكم تلبسونا شغلات كبير ودانتيل وقصص مستحيل نشوفها بالصور والمجلات. شو هالتناقض بالتربية يا؟ سمعتك سارة؟ سمعتك؟ ما عاد في نزلي على السوق لحالك. حاضر سبوحتي، توبشيني، تكرم عينك.